من محافظة الإسماعيلية إلى محافظة من محافظة بورسعيد إلى الإسماعيلية، حيث افتتحت المحافظة معرض أهلا رمضان في مركز شباب الشيخ زايد مركز التنمية الشبابية. يشارك في المعرض كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة ومبادرة كلنا واحد وجناح لمنتجات القوات المسلحة وجناح للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بمنتجات بجودة عالية. يضم المعرض جميع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك وياميش رمضان بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق. بناء على رؤية القيادة السياسية اللي دايما حريصة على توجيهنا برفع العبء عن كاهل المواطنين، تم التبكير بمعارض أهل رمضان، وطبقا تعليمات معالي وزير التموين تم افتتاح معرض أهل رمضان معالي وزير المحافظ، وتم النهاردة عندنا 75 عارض بيقوموا بتوفير كافة السلع اللي بيحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة وبنفس الجودة اللي موجودة في السوق. عندنا كل المنتجات الغذائية إن شاء الله متوفرة، عندنا كميات السكر زي ما سعادتك شايف كده إن شاء الله هيكون في خلال الشهر كامل بإذن الله من 15/2 ل 15/3 بإذن الله هيكون كل حاجة متوفرة بالنسبة للمواد الغذائية إن شاء الله تحت إشراف الغرفة التجارية والتموين. في مشغولات يدوية، وفي بصراحة طفرة من المعروضات، مشغولات يدوية وأكسسوري وأدوات منزلية. حقيقي إحنا مشاركين النهاردة في معرض أهلا رمضان وموجودين بقوة، وعدد المعروضات بالنسبة لنا كتير، وإن شاء الله بإذن الله موفقين والأسعار كمان مناسبة للجميع. طبعا المعرض موجود عليه إقبال كبير من أهل إسماعيلية خاصة على المواد الغذائية، وطبعا الأسعار الموجودة داخل المعرض يعني أقل من مثيلاتها في السوق ب 30%. الحاجات اللي هنا إحنا في حاجات ما بنلاقيهاش بره، يعني السكر هنا موجود متوفر، هو كذا مكان بيبيع سكر، والرز جميل والزيوت زي الفل جميلة والله. نشكر السيد الرئيس الجمهورية على الأسعار وعلى يعني وعلى كل حاجة حلوة عملها. المعرض بصراحة الأسعار في مثالها للجميع ومعقولة وكويسة، أرخص بكثير من الأسعار الموجودة في الخارج، وربنا يوفق سيد رئيس الجمهورية. والله حاجة حلوة جوا، والله حاجة حلوة صحيح، يعني سيادة الرئيس ربنا يخليه وطول عمره يا رب، يعني حاجة هنا مية مية بصراحة ربنا، يعني بما يرضي الله يعني.